قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد ومع برنامجكم الميسر في التلاوة. بإذن الله تعالى كما تعودنا سنقرأ على ما سامعكم الآن بداية سورة لقمان إلى الآية رقم 7 من السورة المباركة. هيا بنا أحباب الكرام نفتح كتاب الله عز وجل ونستمع وننصت إلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. في مطلع السورة افتتحت بقوله تعالى ألف لام ميم، وهذه الحروف من الحروف التي اختص الله عز وجل بعلمها. حكمنا اليوم في هذه الحروف، هذه الكلمة مكونة من ثلاثة أحرف. الألف ليس فيها مد لأن ليس وسطها حرف مد. لام هجاؤها على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد، وجاء بعدها ساكن صحيح أصلي في الوصل والوقف، فيمد الألف ست حركات للتخلص من التقاء الساكنين. ثم يأتي بعدها ميم، وهنا الميم الأخيرة ساكنة وقبلها ياء مادية ساكنة، فاجتمع ساكنان أيضا نتخلص من التقاء الساكنين بإطالة الصوت ست حركات. ثم نأتي الميم في لام مع الميم الأولى من ميم، ويأتي الإدغام المتماثلين في بغنة ألف لام ميم. فالأول ألف ليس فيها مد، لام مد لازم حرفي مثقل لأن بعده مدغم فيه، ثم ميم الأخير الحكم الأخير مد لازم حرفي مخفف لأن ليس بعده مدغم كما يقول شيوخنا رحمهم الله تعالى، إن أدغم فيما بعده فهو المثقل وإن لم يدغم فهو المخفف. نعم، خواتم الآيات اختتمت بإما حرف الميم أو حرف النون على الغالب، فكلها تغن، وإثبات حرف المد الغنة عند الوقف كقوله تعالى الحكيم المحسنين
المفلحون. لابد من بيان النون الموقوف عليها أو الميم الموقوف عليها في أصل الغنة التي ملازمة لها. هذا ما أردت أن أنبه عليه. بإذن الله تعالى نستقبل المشاركات التي وصلتنا عبر الزوم، وأول مشاركة معنا فادي حداد من اليمن. تفضل يا فادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. تلك آيات. أعد يا شيخ فادي، أعد، الصوت انقطع. أعد ألف لام ميم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري. رقق الشيخ فادي، رقق الواو. و ومن، لا تقل و و هكذا، و ومن. نعم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو، سكن الهاء. لهو الحديث. لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ضم الزاي ضمة كاملة يا شيخ فادي. هزوا، هو زو، نفس زمن الضم في الهاء هو مقدار زمن الضم في الزاي. هو زو و. نعم. ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت، بارك الله فيك. يعني الشيخ فادي قراءته طيبة، لكن حاول الشيخ فادي تتخلص من الغنة التي تخرج في مع المدود. الحكيم، لو مسكنا الأنف كده هينسكر، سكر الأنف يحصل فيه غنة. تلاحظ أن أنت تخرج المد من الخيشوم، المد يخرج من جوف الحلق وهي المنطقة التي أسفل الذقن إلى بداية النحر، هذه يسموها الحلق. الحلق ست الرتبة فالتعريفي كما يقول مشايخنا. هذه المنطقة نعم فيها جوف الحلق، جوف الحلق يخرج منه الألف والواو والياء، الحروف المادية. أي نعم. تلك آيات الكتاب الحكيم، وليس الحكيم، فإذا صار في غنة وهذا لحن خطأ، يخرج حرف من مخرج غير مخرجه المعتاد. بارك الله فيكم. ومعنا شيماء نصير من الأردن. تفضلي يا شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا شيماء،
شيماء اسمعي، من ربهم. يعني انت اخطات في ايش؟ ايش الخطا اللي عندك؟ من ربهم هم، هذا خطا، هذه اماله. من ربهم، من ربهم، يعني على طول كذا مثل ما اقرا الان، اولئك على هدى من ربهم، وليس من ربهم، من ربهم. هذا لحن بزود حرف ومع إمالة الحرف، هذا خطأ. من ربهم. يلا أعد الآية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولم أولئك هم لهم عذاب، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ألا مستكبرا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. طيب، كأن لم، النون لا تنطق. كأن لم يسمعها. كأن في أذني وقرا. أذنيه وقرا. تمام، ماشي. أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. أحسنتي، ما شاء الله، قراءتك ممتازة. طيب، ومعنا فاطمة نصير من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. يا انتبه يا فاطمة. الرحيم بدون مد الألف بعد الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. انتبه. طيب، اسمع مني، ما تقولش ألف، ما في مادة قبلها. ألف. ألف لام ميم. ألف. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره. طيب، الوقف هنا، كأن لم يسمعها، مد طبيعي لا تزيد عن الحركتين. وقرا فقط، لا تقولي وقرا، هذه الزيادة ليست من القرآن. وقرا. نعم. وقرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيك. ومعنا عائشة نصير من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيك. ومعنا إلياس خالد من العراق، تفضل يا إلياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت إلياس، بارك الله فيك. ومعنا مشاركة يوسف وليد من مصر، تفضل يا يوسف. طيب معنا مهند محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة، الميم تخفى حركتين مع الغنة. وهم بالآخرة
وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هزوا ضم ازاي؟ هزوا هزوا هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيك. ومعنا أنس البربري من السعودية، تفضل يا أنس. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم. أنس أعد بداية السورة عشان الصوت انقطع. ألف لام ميم أعد. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. طيب فبشر اسمع أعد. ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيك. ومعنا أحمد مصطفى من ليبيا، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيك. ومعنا مشاركة نور عصام من ليبيا. بسم الله. تفضل تفضل. الحمد لله. اتفضل اقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت مش عارف تبدأ من وين. حياك الله. يلا ابدأ بداية السورة. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت يا نور، ما شاء الله قراءتك ممتازة. معنا عبد الرحمن علي من السعودية. تفضل عبد الرحمن. معنا شباب الرحمن ولا راح؟ طيب معنا علي نصير. عبد الرحمن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبارك طيب. الذي أنزل الفرقان على عبده. شوية عبد الرحمن، احنا بداية سورة لقمان. سورة لقمان. اي نعم. ألف لام ميم على الشاشة موجودة إذا كنت تتابعنا على الشاشة. في مصحف المدينة الصفحة رقم 411. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة، ركك اللام، الصلاة. الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذه قراءه اخرى شيخ عبد الرحمن. ويتخذها روايه حفص بالفتح. ويتخذها هزوا. لا ويتخذها ذا ويتخذها هزوا. انت تقرا لقالون ولا تقرا لورش ولا تقرا لمن؟ ورش. انت تقرا الورش. طيب الذين يقيمون الصلاه فعلا صعب، بس انت وبالاخره يعني في احكام انت سبتها الورش كتير يعني. طيب. قراءتك لحفص ما هي الورش؟ نعم. طيب. اولئك لهم عذاب مهين. واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا. ولا مستكبرا، في الف صغيره تمد حركتين. ولا مستكبرا. كأن لم يسمعها. كأن لم يسمعها
كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بعذاب أليم بدون غنة. بعذاب أليم، صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك. ومعنا علي نصير من الأردن. طبعا صدق الله العظيم يا أحباب، عشان كلمنا عليها مرارا، هي صحيحة، القول صحيح، ما في إشكال، الإنسان لو قاله مرة في العمر ما في إشكال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه إذا انصرف من القراءة أو فرغ من القراءة كما قال ابن مسعود: حسبك فإذا عيناه تذرفان. يعني ما كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ صدق الله العظيم في كل مجلس. لذلك بعض العلماء قالوا أنها بدعة لهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليها ولم يعتاد أن ينطق بها في كل مجلس أو بعد نهاية كل قراءة. فمن أين أتيتم بهذا؟ هذا طبعا خطأ. إحنا أما شيء نتبع السنة، الصحابة لم يواظبوا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه، لكن القول صحيح. يعني تقول ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ما في إشكال، القول صحيح، ولا قال الإنسان لا يأثم، لكن لا يعتاد أن يقرأ بها أو ينطقها نهاية كل مجلس أو نهاية كل قراءة. بارك الله فيكم. معنا علي نصير من الأردن، تفضل يا علي. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت. ومعنا عمر نصير من الأردن، تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
بارك الله فيك. ومعنا مشاركة خالد الزيادي عبر الواتساب من السعودية، تفضل يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. أحسنت يا شيخ خالد، بارك الله فيك. ومعنا أنس هوساوي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيك يا شيخ أنس. ومعنا تامر المكي من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا،
كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت بارك الله فيك. ومعنا معاذ الشنقيطي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت يا شيخ معاذ بارك الله فيك. ومعنا محمد منيب من باكستان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت يا شيخ محمد. لكن مع السرعة انتبه إلى قوله تعالى وإذا تتلى عليه، في مد حركتين يعني لم تأتي بالمد بدرجة كاملة. بارك الله فيك. ومعنا معاذ عبد الواحد من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
فبشره بعذاب أليم. أحسنت يا شيخ معاذ، أحسنت، بارك الله فيك، وأقرأ آية زيادة. بارك الله فيك يا شيخ معاذ على هذه التلاوة الطيبة. ومعنا محمد شعبان من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت يا شيخ محمد، بارك الله فيك. ومعنا مشاركة رحمة من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيك يا رحمة. بس كأن في أذنيه، في قوله تعالى أيضا تقرأ برواية ورش من طريق الأصبهاني. معنا يوسف من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
ربهم وأولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أحسنت يا يوسف، بارك الله فيك. طبعا كما نبهت نافع يقرأ بإسكان الذال في أذنيه، نعم، ويوسف عدلها وكان أخطأ فيها ولكن رجع فيها مرة ثانية. أحسنت، طيب الله أنفاسك على هذا الأداء الرائع، بارك الله في والديك. ومعنا سعيد المحمدي من اليمن. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حسبك. ومن الناس، بارك الله فيك. ومعنا ريان محمد من السعودية. أولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيكم جميعا، نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة ونعتذر من الذين أرسلوا متأخرا ولم يسعفنا الوقت لنشر تلاوتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمناه وما تلوناه وما سمعناه في موازين أعمالنا يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي كما تعودنا سنقرأ على مسامعكم الآيات من سورة لقمان من آية 8 إلى الآية 11 من السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نشكركم على حسن المتابعة ونشكر فريق العمل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بإذن الله تعالى نلقاكم في حلقة قادمة وأنتم في صحة وعافية، دمتم في أمان الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن.